اسمها دكتور سامح مصطفى، استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه بكليه الطب بجامعه اسكندريه. هو الحقيقه انا حابب اكلمكم النهارده عن اعراض القدم السكري. هو الحقيقه اي مريض سكر بيعاني من مجموعه من المشاكل، مجموعه المشاكل ديت ممكن تتسبب فيما يسمى بالقدم السكري. المشاكل ديت بتكون نتيجه لوجود ارتفاع في مستوى السكر بالدم لفترات طويله، مش لفترات قصيره. الفترات الطويله دي بينتج عنها بعض التغير في الانسجه، اهمها انسجه الاعصاب الطرفيه وانسجه الشرايين الطرفيه باليدين والقدمين. القدم السكري في الحقيقه ما هواش معناه ان مريض سكر عنده قرحه في رجله او عنده جزء مبتور او جزء فيه غنغرينه او جزء لونه متغير، لكن هو في الواقع الاعراض بتبدا بشيء بسيط جدا، وهو بدايه ان المريض يبتدي يشتكي من وجود تنميل او انخفاض في مستوى الاحساس بالقدم، وده بينتج نتيجه لالتهاب الاعصاب الطرفيه، ودي بدايه المشكله. هو الحقيقه التهاب الاعصاب الطرفيه بينتج عنه اكثر من مشكله. المشكله الاولانيه ان في نوع من الاعصاب يغذي الغدد العرقيه، فبينتج عنها ان الرجل او القدم بتجف، وبينتج عن هذا الجفاف تشققات. هذه التشققات قد تؤدي الى دخول بعض الميكروبات للانسجه الداخليه للقدم، وينتج عنها بعض الالتهابات والعدوى. بالاضافه الى ذلك، التهاب الاعصاب الطرفيه بيؤثر على شكل عضلات القدم الصغيره المتحكمه في شكل الصوابع وعلاقه مفاصل القدم ببعضها البعض. والحقيقه ده بينتج عنه التواءات في مفاصل القدم، بحيث ان المناطق اللي بيمشي عليها المريض او بيدوس بيها على الارض ما بتكونش المناطق الطبيعيه اللي كل الاشخاص العاديين بيستعملوها، وذلك ينتج عنه ان في وجود اجزاء من القدم يتم الضغط عليها بشكل اكبر من غيرها. ده بينتج عنها اصابات متكرره للاجزاء ديت، في وجود قله الاحساس الضعيف اللي بيحس بيه ان هو ممكن يتخبط في رجله او ممكن يتعور في رجله وما يحسش. ده بينتج عنه بدايه القرح المرتبطه بحالات القدم السكري. مع وجود جفاف القدم والتشققات التي تؤدي الى دخول بعض الميكروبات والاجسام الغريبه الى القدم، ينتج عنها الالتهاب المزمن. هو الحقيقه السؤال اللي بنتساله دايما هو ايه علاقه ده بجراحه الاوعيه الدمويه؟ زي ما الاعصاب الطرفيه بتتاثر وبينتج تشققات في القدم وبينتج التواءات وقرح، هو الحقيقه ان الشرايين الطرفيه للقدم كمان بتتاثر بوجود السكر على المدى البعيد. في صورة تصلب الشرايين المزمن، تصلب الشرايين المزمن ده بينتج عنه ان كمية الدم اللي واصلة للقدم وللأطراف بتكون أقل من الطبيعي. زي ما كلنا عارفين ان وجود أي جرح بالقدم، عشان الجرح ده يلتئم ويقفل ويرجع الجلد يغطي الجلد اللي هو الدرع الطبيعي اللي خلقه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يحمينا من هجمات الميكروبات ويحمينا من المشاكل اللي ممكن تحصل في الانسجه الداخليه. علشان الجرح يقفل ويتغطى بالجلد اللي هو الدرع الطبيعي دوت، لازم يكون في دوره دمويه سليمه ويكون في كميات من الدم واصله بشكل طبيعي للقدم. الحقيقه تصلب الشرايين بينتج عنه قصور في الدوره الدمويه للقدم، وهذا القصور هو النقطه اللي بيرتكز عليها عملنا احنا كجراحين اوعيه دمويه في علاج حالات القدم السكري. الحقيقه مرض السكري او مرض البول السكري ده من الامراض اللي هي بنعتبرها من الاعمده الاساسيه لمرض تصلب الشرايين الطرفيه. وبالتالي اي مريض سكر المفروض ان هو بدايه ما يعرف انه مريض سكر، زي ما بياخد علاج السكر لازم في طبيب اوعيه دمويه بيفحصه وبيحس النبض الطرفي في القدمين بتوعه، وممكن كمان يعمل له فحص بالموجات الصوتيه ان هو يقدر يعرف هل الدوره الدمويه بتاعت رجله سليمه ولا لا. لان هذا المريض في حاله وجود عدم وجود دوره دمويه سليمه، لو انجرح في رجله او لا قدر الله انصاب او دخل في رجله مسمار او ازازه او اي حاجه ممكن تاذيه وحصل جرح، الجرح ده مش هيقفل
نتيجة لأن مفيش دورة دموية كافية للأدم إن هي تقفل الجرح ده وتسمح له بالالتئام. والحقيقة إحنا بنشوف مرضى كتير بيعيش طول عمره مريض سكر وما عندوش مشكلة خالص، ويحصل إن هو يتصف رجله ويجي جرح أو يجي التهاب في القدم، وأنا بفحصه ألاقي إن في قصور في الدورة الدموية. وبالتالي الخطوة الرئيسية لينا بداية هي إن إحنا نعالج قصور الدورة الدموية الطرفية. فبنصح كل مرضى السكر قبل ما يقول أنا عندي قدم سكري أو لأ، إن لازم يتفحص بدكتور أوعية دموية، تمام؟ وهذا الطبيب يقدر يقرر إذا كان في مشكلة في الشرايين الطرفية بتاعة الأدمين أو لأ، وبعد كده يقدر يكمل علاجه بشكل طبيعي مع الطبيب الباطني الموكل بعلاجه. والتهاب الأعصاب الطرفية بيقوم هذا الطبيب بعلاجه الحقيقة، إنما الجزء المهم جدا هو الفحص، والفحص الدوري سنويا على الأقل لازم الدورة الدموية للآدمين يتكشف عليها وتشاف هي سليمة أو لا. أتمنى لكم كل الصحة وكل السعادة، وأشكركم جدا لحسن استماعكم.